ماذا تعني كلمة شططة؟ في اللغة تعني قولاً مفرطاً في البعد عن الحق، مجاوزاً مقداره في الكذب والبطول والغلو، ويقال أشط فلان في السوم إذا جاوز القدر وارتفع، وشط منزل فلان أي بعد، وشطت الجارية إذا طالت، والشطط هو الخطأ عموماً. وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. كما وردت في قوله تعالى: على لسان الخصمين اللذين اختصما عند داود عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وقد وردت في الشعر العربي في قول الأحوص: ألا يا لقومي قد أشطت عواذلي ويزعمن أن أودى بحقي باطلي.